عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندكم جنسية الواحد من هاد البلدان اللي كنشوفوهم، والعمر ديالكم كيتراوح بين 18 حتى 35 سنة على أقصى حد أو على أقصى تقدير، والإمكانيات ديالكم مادية بسيطة. اليوم من حقكم أنكم تطلبوا تصريح عمل بدون ما تقلبوا، بدون ما تكون عندكم واحد لوفر دومبلوا أو لا واحد العمل مسبق. كديروا الإجراءات، كتطلبوا تصريح عمل وكتجيو لكندا وعاد كتبحثوا على العمل وكتشتغلوا، ومع الوقت ممكن كذلك أنكم تقدموا على الإقامة الدائمة. بغيتوا معلومات أكثر تواصلوا معنا على الرقم الظاهر على الفيديو.